All right, good morning. Welcome to Get Fit by Fitness Zone. أنا جاد أبي غصن ومعي فاليري وكارين واليوم رح نكمل بيلاتس مثل هديك الجمعة. بالبيلاتس بصف البادي بالانس منركز عادة على الكور من قدام من ورا. So رح نشتغل على عضلات المعدة, عضلات مؤخرة وعلى اللور باك أسفل الظهر ورا. اوكي اليوم ما رح يكون كثير هين لان رح ناخذ الادفانس ليفل شوي, بس دائما رح نعطيكم اوبشنز فيكم تلحقوا كارين وفاليري. ومثل العاده بهذا الصف ما عندكم عايزين ولا اكويبمنت, يو دونت ايفن نيد شوز, سو ما عندكم ولا اكسكيوز ما تعملوا الصف معنا اليوم. اتس جاست 10 مينتس, رح ننزل لتحت رح نعمل هوفر. سو ليتس ستارت وذ ذا ميوزك. ناخذ الالبوز دايركتلي بيلو ذا شولدرز, الكوع دغري تحت الكتف والنيس شوي وايد. بلش نشد المعدة هون, منرخي الشولدرز. عنا 4 minutes نعمل hovers, legs and arm extension. هلا إذا الأوبشن بدكم إياها بدلكم على النيز, إذا حاسين حالكم قوية بتروح على التوز معي. Watch this, knee down, switch, down, switch. So هون ركزوا, ما تهزوا الهيبس, خلوهم square in line with the shoulders. هلا إذا الركب ما عم بدقوا بالأرض يعني your butt is too high, try to bring it a little bit lower and keep that squeeze in your abs. Again, إذا بدكم option شوفوا فيكم تنزلوا الركب, تعلوا ركبة تنزلوا, تعلوا التانية وتنزلوا. Okay, now new move, right arm forward and circle, other side forward, big circle. الoption هون فيكم تروحوا على الركب مع كارين ومع فاليري. تذكروا ما بنهز الهيبس, هذا التشالنج. Again. Few more. Okay, بعد مرتين. آخر مرة. We switch. Go on your back. روح على ظهرنا. علوا إجريكم ماكسيموم لفوق, الإيدين كمان. Now slowly مروح لتحت. Squeeze your abs, رجع منعلي لفوق قد ما فينا. Same move, slowly down. And up. So بالبيلاتس حتى بنتنفس بالمنخار, نرجع بتنفس لبرا بالتم. Last one, new move, bicycle crunch, turn to me quick. Slowly up. Other side. So عم ناخذ الكتف للركبة ومنمد تاني اجر. Same move. إذا فينا بنعلي شوي أكتر. آه. Remember to breathe. آه. سلام, شغل الأوبليكس وكل عضلات المعدة. Raise your hands, this is your party. Yeah. Again. آخر مرة. أوكي, منضل فوق. Slowly down. Slowly up. آه. So انتبهوا هون ما تعلوا الظهر عن الأرض. شدوا الأبس. Same move. This is your moment. Few more. آخر مرة. Alright, منروح all the way up. علوا قد ما فيكم. Try to touch your toes. آه, almost. Hug your knees, a small stretch. رح نرجع نعيده. Roll up. نرجع على الهوفر. تذكروا elbows دغري تحت الكتف to protect your shoulders. Option knees or toes with me. بعدنا few minutes, جربوا روح على toes. Ready? Tap your knees. Down, switch. Down, switch. And all my people say, make sure you're squeezing your abs, brace your core. ما تنسوا تنفسوا. المفروض تكونوا هلا المعدة عم تحرق. And if you're shaking, it's a good sign. Back to the arms, right arm forward, tap. Circle. Ah. We'll fight till it's over. Few more minutes, and we'll be done. Few more seconds, actually. أربع مرات. Come on, stay strong till the end, because it's worth it. آخر مرة. Okay, relax.
فرح نعمل وحدة للكور عضلات الباك. نقرب شوي. Palms حد الشيست. Let's go. Inhale, baby cobra. نعلي شوي الشيست. Exhale, go back down. Same move. Lift your heart as you breathe in. Exhale back. هون جربوا ما تشدوا بالإيدين. علوا استعملوا عضلات الباك. So squeeze your butt and relax. One more time. Okay, new move. We're gonna swim. Watch this. حط إيدينا قدام. بنعلي إجر اليمين بيرجع للشمال. Up. Switch. Extend your leg fully. جربوا ما تتعجوا الركبة. وبتعلوا الإجر من الهيبس all the way to the toes. Now try this. إيدين لقدام. علوا الشيست هاي. إذا فيكن فتحة أوسع. وعلوا أكثر. Another challenge. Arms together. Ah. Keep on swimming. Okay, back to the top. Hands here. Up dog. Inhale up. هالمرة نعلي أكثر. Exhale. So your breath is gonna help you. Inhale high. Exhale low. بس تحسوا بعضلات الباك. شدوا الجلوتس. And release. بعد مرة. Okay, we're gonna swim again. It's cold, I know. Let's do this. Up and switch. Up, switch. So هلا عم شغل مؤخرة. على الجلوتس. رخوا النك. تذكروا إذا بدكم أكثر. Reach. Cause they're calling. جربوا وصلوا. علوا أكثر. Advanced option. All the way back. Wow. Okay, stop on your back. Whew. Half a bridge. عملناها هذيك المرة إذا بتذكروا. Heels رابع على البط on the floor. Arms together. من على الهيبس قد ما فينا. We have a combination. ركبة لقدام. من عليها slowly uplift. Extend. Bend your knee to 90. And release. تاني ميلة. Inhale up. Exhale. Okay, بعد مرتين. جربوا تخلوا الهيبس كتير عاديين. مدوا اجركم فولي. اخر مرة. اوكي. هلا اوبشن فينا نضلنا هون holding the bridge. عم نروح على الفول بريدج مثل ما شفتوا هيك مرة. Make sure you're breathing fully. It's good. Okay, tuck your chin. Bend your elbows and go slowly down. Wow, release. نعمل a small stretch for the back. نروح on the knees. بنسميها child pose. Heels together. ناخذ البط للهيلز. Extend your arms. And calm your breath here. Okay. So that's it لليوم. هذا كان سيجمنت تبعنا البيلاتس من صف باري بالانس. اشتغلنا على الكور مثل ما قلنا لكم. عضلات المعدة قدام, عضلات الجلوتس واللور باك. البنفيتس, if you have a strong core بتصيروا تركضوا اسرع, فيكم تنطوا اعلى, واذا بتعملوا جيم فيكم تحملوا ويتس اكبر. It's all from here, from the core. So it's really important to challenge your core to get further there. بذكركم اذا بدكم تعملوا كل الصف, اليوم بس عملنا 10 minutes, فيكم تروحوا لعنا على فتنس زون ببعبدا, بكاسليك, بداون تاون وبحمرا. 4 branches, شوفوا هي قربكم. You can join us for a full hour في تاي تشي, بيلاتس ويوغا بهالصف. اليوم ركزنا على البيلاتس. Next time we'll do yoga, twisting. It's a good thing نعملها قبل كريسماس, رح تساعدكم بالدايجستيف سيستم. You will feel good, you will feel calm, بتخف الستريس العجقة كمان. Thank you for joining. We'll see you again next Wednesday. Have a nice day.